أبي هيدا، ممكن تعرفنا عن هذا صاحب الضريح؟ صاحب هذا الضريح هو سيدنا الإمام سالم بن عمر بن عبد الرحمن العطاس. هذا الضريح وصاحب هذا الضريح هو أكبر أولاد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وأسن أولاده. فنحن نعرف أن أولاد الحبيب عمر 9 أولاد، أكبرهم هو سالم، ثم بعده حسين وعبد الله وعبد الرحمن وخمسة آخرين. هذا الحبيب سالم كان عالما، كان عاملا، كان وليا صالحا، وهو من أبناء هذا الحبيب عمر، وكان يلقب بأبي سالم وأبو حسين، كل أبو سالم وأبو حسين هو الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. ثم انتقل هذا الحبيب سالم بن عمر إلى منطقة سدبة، المنطقة التي نزلها الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس أول مرة عندما جاء إلى حريضة. انتقل هذا الحبيب وحوط هذه المنطقة، وكان أخوال هذا الحبيب أمه من آل رباع، قبيلة من قبائل حضرموت من آل رباع الحبيب سالم بن عمر بن عبد الرحمن العطاس، نصروه ووزروه وساعدوه وحوط لهم هذه المنطقة، منطقة سدبة، ودفن وتوفي في سدبة، ولكن الجنازة لم تحتمل للناس. فلما جاءوا الحريضة أخذوا هذا الحبيب وجيء به من سدبة إلى حريضة، ودفن بجانب والده، بجانب والد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطار. كان لهذا الحبيب سالم مناقب كبيرة وكرامات كثيرة، وكان الحبيب عمر يعتمد عليه وعلى أخيه الحسين، وقد أرسلهما لمفاوضات أحمد بن حسن سهل الليل عندما جاء يغزو حضرموت. أرسل الحبيب عمر بن عبد الرحمن ابنه سالم بن عمر وابنه حسين بن عمر برسالة إلى هذا الحاكم، وقال له: انظر إلى أهل حضرموت بعين الرحمة ينظر الله لك بها. فلما جاء هذا الإمام سالم والحبيب حسين بن عمر إلى هذا الحاكم يسمى سيل الليل، جاء الزيدي هذا من الشمال صنعاء، قال: فلما رأيت الحبيب سالم بن عمر وأخوه حسين بن عمر عرفت أنهما من سلالة النبوة، فقام بجلهما وقام أكرمهما، قال: هؤلاء لا يكون إلا من سلالة النبوة، مثل ما قيل في جعفر الصادق: من رآه علم أنهم من سلالة النبيين. الشاهد في هذا قال: فلما قرأت كتاب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الذي يقول فيه: انظر إلى أهل حضرموت بعين الرحمة ينظر الله لك بها، ألقى الله في قلبي الرحمة لأهل حضرموت، ولو كنت خاليا من الأشغال الوظيفة لأتيت إلى والدكما وزرته. وقد أثنى هذا سيل الليل على ثلاثة أشخاص في حضرموت، قال: ما رأيت في حضرموت أعظم من هؤلاء، منهم وفي مقدمتهم الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وأحد من آل العمودي ورجل ثالث. وأهدى للحبيب سالم بن عمر والحبيب حسين سيف موجود، كان في وقت الحبيب علي بن حسن قال كان موجود، وقال: سلموا على والدكم، وأرسل معهم كتاب يريد الحبيب عمر بن عبد الرحمن واليا على هذه المنطقة كلها. فقال الحبيب عمر لما قرأ كتابه: لا حاجة لنا في الإمارة، وإنما أردنا منه هذا الأمر الذي وصينا به. الحبيب سالم بن عمر صاحب هذا الضريح له ذرية كثيرة وبينهم علماء، حتى أن الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يقول: إن الأولياء في ظهر سالم ولدي كالطلع، يعني كثر، جاء منهم العلماء والأولياء ولا يزالون. له كرامة أيضا هذا صاحب هذا الضريح، له كرامة في منطقة هينن، يروى أنه أراد الحاكم وأراد بعض الناس أن يغوي هذا الحبيب، ولم يدري أنه ابن عمر بن عبد الرحمن العطاس، فأدخلوا عنده امرأة يريدون منها أن تراوده عن نفسه، فانتهرها وضربها ولم يلتفت إليها. وكان هذا الحبيب سالم بن عمر جمالي المظهر، له خلق حسن وخلق حسن، وقام وأوتي بسطة في العلم والجسم، ولكنه لم يلتفت إليها وردها، فقالت لهم: إنكم دخلتوني على رجل لا ندري هو لا يدري، فقال: ابعدوها إنها. فهذه كرامة، قال الحبيب علي بن حسن: الطاسية يوسفية
هاشمية نبوية محمدية رضي الله عن هذا الإمام، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا الحبيب سالم بن عمر ذريته انتشرة في جاوة وفي سدب وفي مناطق حضرموت وفي الحجاز وفي كل مكان، وهو أول أولاد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وكما قلنا توفي في سدبة وجيء به محمولا على الأعناق ودفن في هذه المنطقة بجانب والده رضي الله عنه وعن والده وإخوانه وأولاده. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. شكرا يا حبيب.